شد كمان 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 انا لي سنه هون بشتغل عم اتعلم المهنه وبشتغل مكانسي انا عم بشتغل كرمال طلع مصاري وساعد اهلي لانه نحن بالازمه يعني. كل شيء واحد عامل لازم يعيد ويفرح بس العمال بيمروا مثل يوم عادي ما بيهمني كل شيء لانه ما في داعي لاتعيد هون شو بدي بالعيد احسن شيء اشتغل واتعلم المهنه انا ما كملت تعليمي لانه ما كان في معنى مصاري اللي ندفع قصد المدرسه لهالشيء بلشت اشتغل مود بقى بالعكس عيد العمال ما بيعني لي شيء لانه يعني العيد العمال بفرزوا فيه هن اللي بيقبضوا معاشات كثير عرفت كيف نحن معترين يعني عرفت كيف نحن عم نشتغل حتى نعيش